نستعين. أسعد الله صباحكم مشاهدينا الكرام متابعينا في كل مكان، نرحب بكم أجمل وأطيب ترحيب في انطلاقات أول أيام هذا المهرجان، هذا المهرجان السنوي الكبير لسباقات الهجن العربية الأصيلة على سيف حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى يحفظه الله. تنطلق منافسات الشحانية في هذا الصباح وفي أول أيام هذا المهرجان، تنطلق أشواط الإنتاج الخاصة بسن الحقايق على بركة الله، تعلن انطلاقة رابع الأشواط، سيارة نقدية هناك في الانتظار للفائز بالمركز الأول. أسير مباشرة مع الصدارة وتابع الفائز على الصدارة حمد بن مبارك بضعيف النابت المري هنا مع أول المراكز، بينما أتابع القادم يصل الشقب محمد بن علي بن مبارك آل بريص المري القادم مع ثاني المراكز، بينما أتابع التقدم في هذه اللحظات والقدوم من النادر مبارك بن محمد بن صالح بن نصره العامري القادم مع هذه اللحظات مع انطلاقة ثالث المراكز، بينما رابع الأسماء وصول من العابر جار الله بن سعيد بجار الله آل بريد المري، وهناك القادم مع خامس المراكز وتابع كفو سالم بن محمد بن عبد الله بن حب العامري. هذه الأسماء الخمس الأولى المنطلقة في هذا الشوط في هذا التحدي، نتابع هذه التحديات 44 اسم مشارك منطلق معنا في هذا الشوط في أشواط الإنتاج، ولكن أعود هناك مع الفائز 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 على الصدارة يقود هذه الأسماء، يتقدم بضعيف يقدم لنا شعاره مع انطلاقة الفائز حمد بن مبارك بضعيف النابت هنا مع الصدارة مع الانطلاق الأول، ولكن بن نصر القادم مع هذه اللحظات يقدم لنا النادر، النادر يتقدم هنا بشعار بن نصر مبارك بن محمد بن صالح بن نصر هنا القادم مع هذه التحديات، ولكن الوصول وصل العابر، وصل العابر القادم مع ثالث المراكز جار الله بن سعيد بجار الله آل بريدي يتقدم القادم مع العابر والقادم في هذه اللحظات، وتابع وصول من كفو بالحب يقدم لنا شعاره ويقدم لنا كفو هنا القادم مع هذه اللحظات، وهناك الأسماء وتابع الوصول أيضا مع خامس المراكز الأسد مبارك بن حمد بن ترحيب بن نايفة يتقدم يصل في هذا النداء الأول هنا مع هذه اللحظات، ولكن الأسماء قادمة الشعارات حاضرة في هذا الشوط في هذا الانطلاق، ولكن بضعيف بضعيف مع الصدارة يقدم لنا الفائز، الله الله الفائز على الصدارة منذ البداية يقود الأسماء الكيلو متر الأخير يا بضعيف حافظ على هذا التقدم مع انطلاقة الفائز مع اندفاعة الفائز على الصدارة على البداية، ولكن العابر العابر الله القادم مع ثاني التحديات جار الله بن سعيد بن جار الله آل بريد هنا قادم مع هذا الانطلاق مع هذا التحدي، ولكن بالحب يقدم لنا كفو سالم بن محمد بن عبد الله بالحب العامري، شوف القادم شوف الوصول وتابع براق شعار اللورد هنا القادم مع رابع المراكز عبد الله بن سعيد العيدة يتقدم في هذه اللحظات بن نايفة هناك مع خامس المراكز مع الأسد، ولكن الصدارة الله الله كفو غير على الصدارة بالحب
بالحب غادر مع كفو، انطلق بناموس هذا الشوط. الله يا التحديات الأخيرة، ولكن شوف القادم براق اللورد قادم بالحب مع الصدارة، ولكن الله براق هنا مع اللحظات الأخيرة. كفو وبراق، ولكن براق غير مع الصدارة شعار اللورد. أسعد الله صباحك يا اللورد على هذا الفوز، على هذا الانتصار. تهانينا والناموس لعبد الله بن سعيد بن محمد العيدة على فوز براق بالمركز الأول. ثاني المراكز وصل كفو سالم بن محمد بالحب العامري. ثالث المراكز كان الوصول من الأسد مبارك بن حمد بالترحيب بالنايفة. رابع المراكز وصل العابد لجار الله بسعيد بجار الله آل بريد المري. وخامس المراكز نايف محمد بن غانم بن علي بن حمودة الظاهري. هكذا كانت النتيجة مشاهدين الكرام، متابعين في كل مكان، تابعنا التحديات والمنافسة حتى اللحظات الأخيرة، واستطاع براق أن ينتزع ناموس هذا الشوط ليهدي اللورد أول انتصاراته في هذا المهرجان. يسجل هنا مع براق بشعار عبد الله بن سعيد بن محمد العيد التوقيت الزمني مشاهدين الكرام، ولحظات وصول براق الى خط النهاية. هنا التوقيت الزمني 5 دقائق 56 ثانية، 99 جزء من الثانية. تهانينا والناموس للورد على هذا الفوز والانتصار. بالحب قدم لنا ايضا كفو باداء ممتاز ب5 دقائق 57 ثانية، 77 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لسالم بن محمد بن عبد الله بالحب العامري. بينما وصل في ثالث المراكز كان الوصول من العابر من وصل بشعار البريدي 6 دقائق بدون ثواني 57 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لجار الله بن سعيد بن جار الله البريدي المري. تهانينا.